انا اسفه قوي يا دكتور، بس في ست عامله مشاكل كبيره قوي بره ومصممه تقابل حضرتك حالا. مين الست دي؟ انا يا عايد. سيبوني لوحدي شويه مع الهانم. حازم ما تمشيش، استناني بره. حاضر. عامله غاغه وعايزه تقابليني ليه يا سميحه؟ خير؟ انا جايه اقول كلمتين وهمشي على طول. اعتبريهم نصيحه من معرفه قديمه. نصيحه؟ منك انت؟ يا بجحتك يا شيخه. لو النصيحه دي هتفيدنا وتحل المشكله وتخرجنا من اللي كلنا واقعين فيه يبقى ليه لا؟ والمشكله دي من الاساس مين اللي عملها يا سميحه؟ مش ابنك؟ ما بقتش فارقه دلوقتي، صدقيني الدنيا علمتني ان اغلب الرجاله هم اللي بيعملوا المشاكل، الستات هم اللي بيحلوها. وانا عندي احساس ان انا وانتي نقدر نحل المشكله دي جدا، لكن لو فضلنا نعاند في بعض يبقى النهر اللي احنا فيها دي هتقلب لجهنم حمراء ومحدش هيعرف يطفيها. حل المشكلة دي يا سميحة حاجة واحدة بس، ابنك سامح يروح يسلم نفسه، ابنك يدفع ثمن عملته زيه زي أي بني آدم. ابنك مفيش على راسه ريش يا سميحة. لا، في النبضي. أنا عارفة ومقدرة كويس قوي إن أنتي مش قادرة تحسي. مش قادرة تحسي يعني إيه ابني؟ عشان ربنا ما اداكيش عيال. بس صدقيني لو أنتي مكاني هتعملي زيي وأكتر. أنا لو مكانك ما كنتش هوصل للمشكلة دي أصلاً، لأن كنت هرب ابني، لكن أنتي ما عرفتيش تربي. طول ما انا عايشه لا انتي ولا غيرك هيعرف يوصل لسامح. لو اداني كل حتولى. ما تيجي نقعد مع بعض كده ونحل المشكله دي، بدل ما اللي احنا بنعمله ده هيخسرنا كلنا، وانتي مش هتكسبي حاجه، هيخسرنا كلنا. احنا خلاص خدنا نصيبنا من الخساره يا سميحه، الدور عليكم انتوا بقى في الخساره. وانا جاهزه لاي خساره يا عايدة. الا ابني لو ابوه وقف قصادي انا مش هرحم. وانا ابويا لو وقف في طريق ان اجيب حق علي برضه مش هرحمه يا سميحه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.